تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. وصباح الخميس الونيس مستمعين الأعزاء، نرحب فيكم في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل عندنا في الإعداد، فريقنا في هيئة الصحة، واليوم معانا في التنسيق والمتابعة أختنا نجاة السويدي ومخرجنا المبدع دائما وأبدا أستاذ أيمن سرحيل. واليوم يسعدني أن تشاركني اليوم في التقديم زميلتي وصديقتي آمنة العلي. صباح الخير. أهلا فيك دكتورة، صباح الخميس الونيس. ومعاكم اليوم في التقديم الدكتورة هند العوضي. مستمعين تقدرون تتواصلون معنا عن طريق الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل ما نبدأ حلقتنا اليوم اللي هي بتكون متنوعة ومليئة بالمواضيع اللي تهمنا مستمعين الأعزاء، أنا حابة أذكركم أن اللي ما صار وخذ موعد لحصوله على اللقاح يبادر بأخذ موعد لحصوله على اللقاح. تقدرون يا أما أنتوا تتواصلون على رقمنا الموحد 8342 أو من عن طريق تطبيق هيئة الصحة تأخذون الموعد وتروحون المركز اللي يناسبكم في الوقت اللي يناسبكم. ومن اللقاح ننتقل إلى خبرنا اليوم اللي هو بيكون نصائح لتطوير مهارات مريض الزهايمر اللي بتحدثنا عنه آمنة. طبعا اليوم دكتورة بنتحدث عن نصائح لتطوير مهارات مريض الزهايمر، ويعد مرض الزهايمر من أكثر أنواع الخرف شيوعاً، وهو يحدث بسبب موت الخلايا العصبية في المخ لا سيما مع التقدم في العمر. وأوضحت أبحاث الزهايمر الألمانية أن أبرز أعراض الزهايمر تتمثل في النسيان وفقدان القدرة على التوجيه، بالإضافة إلى مشاكل اللغة والإدراك، مما يعيق المريض عن ممارسة حياته بشكل طبيعي إلى حد بعيد. طبعا أشارت الأبحاث إن مرض الزهايمر لا يمكن الشفاء منه، لكن إحنا من الممكن نخفف أعراضه من خلال مفهوم علاجي يقوم على علاج دوائي وغير دوائي، اللي يهدف إلى الحفاظ على القدرات المعرفية كتمارين اللياقة الذهنية مثل ألعاب الكلمات، المسائل الحسابية، أو عن طريق القدرات الجسدية مثل العلاج الطبيعي وتمارين تقوية العضلات والتوازن، إلى جانب مهارات التواصل الاجتماعي مثل الغناء والرقص وتحضير الطعام في مجموعات. وطبعا دكتورة من المهم أيضا أن يتحلى الأشخاص المحيطون بمريض الزهايمر بالصبر والهدوء ومعاملته بعطف وحنان، وتوفير بيئة هادئة له تخلو من التوتر النفسي والعصبي مع اتباع روتين يومي محدد وواضح المعالم. طبعا دكتورة هاي أشياء كثير تساعد المسنين. أنا لي تجربة سابقة، يوم كنت في عمر صغير كنت دائما أطوع في دار المسنين التابع لإمارة الشارقة، فمثل ما ذكرنا الحين هم عندهم روتين يومي وكذلك عندهم ألعاب معينة يلعبونها المسنين، هذه تساعدهم على استمرار الذاكرة عندهم. فإحنا دائما ننصح المستمعين أنهم يمارسون هاي الهوايات البسيطة مع كبار المواطنين أو كبار المسنين موجودين عندهم في المنزل، وهذا طبعا حفاظا على صحتهم النفسية وكذلك صحتهم العقلية. أيضا هذه النصيحة إحنا نقولها للجميع، إذا عشان يبون أنت لازم تستمر في تمرين مخك على تعلم أشياء جديدة، تتحدى بمعلومات جديدة، بمهارة جديدة، عشان في دراسات تقول أن أنت بحفاظك على أن تخلي مخك في تجدد مستمر في إمكانية أنك تحمي نفسك أيضا من مرض الزهايمر. والله فكرة حلوة دكتورة، يعني التعلم المستمر نقدر نقول.
بالضبط. ومن خبرنا لليوم بننتقل إلى أسماء الجناحي وفقرة السوشيال ميديا، راح تعطينا أسماء آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور عليكم وعليكم المستمعين إذاعة مرتبي. اليوم شو عندك من مستجدات حقنا أسماء؟ أهم مستجدات اليوم إن اليوم الخميس الونيس اللي كل حد يحبه. بالضبط، ننتظره إحنا من يوم الأحد إحنا ننتظره. لكن صح إنه هو خميس الونيس، لكن نأكد إن طلعوا واستانسوا، ولكن ضمن الإجراءات الاحترازية لسلامتكم وسلامة المجتمع. ننتقل الحين على الأشياء اللي كان الأبديت اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي، منها أوقات العمل المحدثة لمراكز الرعاية الصحية الأولية. فحد بي حدث ساعات العمل خصوصا لمركز النسيل الصحي، والحين المركز يقدم خدماته على مدار الأسبوع، يعني مو بس يعني من أحد الخميس، أيضا الجمعة والسبت. فحطينا جميع الأوقات اللي في مراكز الرعاية الصحية الأولية في قنوات التواصل الاجتماعي. هناك بعض المراكز، المركز اللي يسيلي يوم الجمعة أصبح أنه يعمل من الساعة 3 الظهر إلى 8 مساء، السبت من الساعة 10 حتى الساعة 8 مساء، هذا في عطلة نهاية الأسبوع. أيضا نأكد أن جميع خدمات هيئة الصحة هي تمشي على نظام المواعيد، فهي خدمات طب الأسرة اللي ممكن أيضا يحجزون فيها مواعيد في عطلة نهاية الأسبوع، ومن ضمنها أيضا يحجزون لخدمة البي سي آر الموجودة أيضا في خدمة في مركز الرسيل الصحي. أيضا من ضمن الأشياء اللي نأكد عليها أن في مراكز تعمل على مدار الساعة اللي عندها خدمة طب الأسرة خلال أوقات العمل الرسمية اللي هي من 8 ل 8، وعندها خدمة الطوارئ أو اللي 24 ساعة مثل ما يسمونها، اللي هو كل من مركز نادي الحمر والبرشة. أيضا مراكز تقييم حالات كوفيد-19 من ضمن النشرة تعمل أيضا على مدار الساعة، وهو مركز الخوانيج الصحي ومركز البلع الصحي. بعض الأشخاص طلبوا منا نحن يعيبون يخدم مواعيد طب الأسرة في مركز الخوانيج، لكن المركز مخصص فقط لتقييم حالات كوفيد ولا تتوفر فيه الخدمات الصحية الأخرى مثل طب الأسرة وغيرها، المركز مخصص فقط للمصابين بكوفيد-19. ايضا من ضمن الاشياء اللي نحن ايضا نحرص عليها كانت من بدايه جائحه كورونا وحتى الان، التخصيص مركز المنجر الصحي كمثل نسميه مركز نظيف، وهو خاص للحوامل وصحه الطفل من ضمن تطعيمات الاطفال ومراجعات الحوامل الدوريه في مركز المنجر، وهو يعمل من يوم الاحد الى يوم الخميس من الساعه 7:30 صباحا حتى الساعه 9:30 مساء. ايضا اكد ان جميع المراكز الرعاية الصحية تعمل بنظام المواعيد المسبقة. أيضا من ضمن الأخبار الجميلة اللي تم نشرها يوم أمس، هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنتهي من تطعيم سائقي التاكسي والمواصلات العامة ضد فيروس كورونا، وشملت الحملة التي نظمت بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي والجهات المختصة أكثر من 20,000 سائق، بجميع سائقين في المواصلات العامة في إمارة دبي تم تطعيمهم بالجرعتين الخاصة بتطعيم كوفيد-19، وهي من ضمن الجهود الجميلة اللي نحن نشوفها في الإمارات. تقريبا هاي الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، وردنا بعض الملاحظات أن هنا بعض الأخبار حول أن ممكن السائحين يتلقون التطعيم، هذه يعني الخدمة التطعيم في هيئة الصحة بدبي هي فقط للمقيمين والمواطنين في إمارة، يعني للمواطنين المقيمين في إمارة دبي والمواطنين. الخدمة ما زالت موجودة، إذا في أي أبديت أو في أي أشياء جديدة أكيد راح نحطها في برنامجكم الإذاعي وأيضا في قنوات التواصل الاجتماعي. فدائما ننصح الجميع أن يتابعون قنوات الجهات المختصة أو الجهات المعنية لمعرفة آخر يعني آخر التحديثات الصحية أو على الخدمات أو الإجراءات، ويعني هي المصدر الرسمي المعتمد للمعلومات الصحيحة. هناك وايد أخبار تكون موجودة، لكن مو بشرط كل اللي يوصلنا على الواتساب أو يوصلنا أيضا كمعلومات صحية، يعني هناك بعض المعلومات اللي تكون منتشرة غير صحيحة عن كوفيد، عن الأمراض، عن العلاج، عن التطعيم. ننصح دائما الرجوع إلى الجهات الصحية الرسمية اللي هي مثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، هيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة أبوظبي، ونحن مستمرين تقديم المعلومات الصحيحة عبر قنواتنا، ونتمنى للجميع عطلة نهاية أسبوع سعيدة ودمتم بصحة وسعادة.
ودمتي بصحة وسعادة. كانت معانا اسم الجناحي وعطتنا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. ما شاء الله يعني جهود جبارة في الحرص على حصول سائقي تاكسي دبي على اللقاح كوفيد. فمعناته مستمعين الأعزاء جميع سائقي سيارات الأجرة الآن أصبحوا مطاعمين. شعور جميل صراحة. إنجاز صراحة إنجاز يعني. مجتمعي كبير طبعا. أول شيء يعني مبادرة RTA بأنها تطعم جميع السائقين، هذا طبعا دليل على حرص الإمارة على سلامة جميع القاطنين فيها. هم مش فقط سائقي تاكسي، نعم سائقي هم حتى مع المواصلات العامة بشكل عام، يعني الباصات، نعم، المترو، كل اللي يشتغلون في هاي الأماكن الآن أصبحوا مطاعمين وحاصلين على الجرعتين من اللقاح. نعم، خبر جميل نبدأ فيه حلقتنا لليوم. هي الحمد لله. وأسمى طبعا قالت شيء مهم، إذا أنتوا كنتوا تبون تعرفون أي معلومة دائما خذوا معلوماتكم من الجهات الموثوقة، لا تستمعون للإشاعات والكلام المتداول في كل مكان، خذوا معلوماتكم من مصادرها الصحيحة. مستمعين الأعزاء بنطلع فاصل قصير وبنرجع مع خدمات قسم جراحة الأطفال في مستشفى لطيفة. فاصل قصير وراجعي لكم مستمعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم مستمعين الأعزاء بأرقام التواصل معنا 6005514114 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. يقدم قسم جراحة الأطفال في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال خدمات جدا متميزة ومتعددة للمرضى وباستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية العالمية. وعشان نتحدث أكثر عن هذا القسم وما يقدمه من خدمات يسرنا ويشرفنا أن يكون اليوم معنا عبر الهاتف الدكتورة غدير جابر استشاري جراحة الأطفال في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال. صباح الخير دكتورة غدير. هلا صباح النور دكتورة غدير. لو تعطينا فكرة عامة عن الخدمات اللي يقدمها القسم عندكم للمرضى. في البداية أشكر استضافتكم وتحتكم الفرصة لنا أن احنا ننقل ضوء على الخدمات اللي يقدمها قسم جراحة الأطفال في مستشفى لطيفة، واللي يعد واحد من أقدم وأكبر أقسام جراحة الأطفال على مستوى دولة الإمارات. طبعا كجراحين أطفال نحن نهتم بتشخيص وعلاج الحالات الجراحية لدى الأطفال. نستقبل الحالات من إمارة دبي كما نستقبل الحالات من الإمارات الشمالية الأخرى. بالنسبة للخدمات اللي يقدمها القسم عنا، نقدم خدمات الجراحة العاملة، خدمات جراحة حديثي الولادة، جراحة المسالك البولية، جراحة الجهاز الهضمي وانعدام فتحة الشرج، جراحة المناظير، جراحة الحروق، إصلاح شق العمود الفقري، وجراحات اليوم الواحد. بالنسبة لجراحات اليوم الواحد ضفنا هالجراحات لأنها تسهل على الأهل وتسهل على المريض. بالنسبة لهالنوع من الجراحات تقريبا نقوم بعمل بين 4 إلى 8 حالات في اليوم. يدخل المريض صباحا المستشفى، يغادر بعد إجراء العملية بساعة. ما شاء الله. نعم طبعا دكتورة، هاي الخدمة تعتبر بالنسبة للأطفال خدمة متميزة، لأن عادة الأطفال ما يحبون يتمون في المستشفى، فجراحة اليوم الواحد راح تكون جدا مفيدة للأهل والأطفال. صحيح جدا للطفل نفسه وللأهل بعد. تعرفين الأم صعب عليها تفيد بيتها، تفيد عيالها، مسؤولياتها الثانية. صحيح جدا الأهل أغلبهم يفضلون هذا النوع من الجراحات طبعا إذا سمحت الحالة الصحية، إذا سمحت حالتهم. أيوة نعم. ودكتورة، هل هناك فئات عمرية يخدمها قسم جراحة الأطفال بمستشفى لطيفة؟ ممكن نقول للمستمعين يعني هذا القسم يخدم فئة عمرية معينة؟ بالطبع، بالنسبة للفئة العمرية احنا نوفر العلاج للأطفال من الولادة وإلى عمر 13 سنة. طبعا خدماتنا لا تشمل الخدج، نحن نستقطب الكثير من الحالات سواء بعد الولادة وأثناء الحمل. إذا
تشخيص وجود مرض يتطلب عمل جراحي. عندنا عيادات عدة، عندنا عيادة جراحة الجراحة العامة، عيادة تخصصية، عيادة مسالك بولية، عندنا عيادة قياس ضغط اللسان، عيادة الحروق. وبعد عندنا بالنسبة للخدج برامج التشخيص الجنيني واللي تشمل تقديم المشورة قبل الولادة، بحيث أن طبيب النسوي التوليد في حال تم تشخيص وجود تشوه خلقي للجنين أثناء الحمل يحول لنا الأهل الأم والأب، نجلس مع الأم والأب نناقش معهم التشخيص المتوقع بالنسبة للجنين وخطة العلاج أثناء الحمل. طبعا هاي الخدمة جدا متميزة دكتورة، أنك أنت تقدم الدعم اللازم للأم والأب قبل ما يولد هذا الطفل، ويضطرون أنهم يعني قبل ما يولد الطفل هم عارفين بالضبط شو يحتاجون يسوون عشان يعالجون هذا الخلل التشوه اللي فيه أو المرض اللي فيه دكتورة. وبالتالي تقبل الأهل للمرض بيكون أهون. بالضبط، يعني ينولد الطفل وهم عارفين بالضبط خطته العلاجية، فهذا الشيء يعني يعتبر جدا خدمة متميزة تقدمونها دكتورة. لو تحدثين عن أكثر الحالات المرضية اللي تراجع ليولكم القسم. بالنسبة لأكثر الحالات اللي نستقبلها، لو نصنفها إلى حالات الغير طارئة، من أكثر الحالات حالات الفتق الأرضي عند الأطفال، حالات الخصية الهاجرة، عندنا حالات الإحليل التحتي اللي تكون فيها فتحة البول في مكان غير مكانها الطبيعي. هاي لو أتكلم عن الحالات الغير طارئة اللي أشوفها يوميا في العيادة. بالنسبة للحالات الطارئة اللي يشوفها الطبيب المناوب في غرفة الطوارئ، أكثر الحالات اللي نشوفها حالات التهاب الزائدة الدودية، حالات انسداد الأمعاء بأسبابها المختلفة، بالإضافة إلى حالات الحروق. للأسف نستقبل عدد كبير من الحروق، وإحنا عندنا سر الاستقبال الحروق فيها نوع من العزل. في السنوات الأخيرة بعد زاد عدد حالات ابتلاع الخرزات المغناطيسية. هذه وايد شفنا عنها، وايد ناس تحدثت عن هاي الخرزات. بالضبط، تحدثنا كثير. محاولة منا لتوعية الأهل لتفادي إجراء عمليات جراحية لا حاجة لها. صحيح. لأن للأسف الأهل يغفلون أن هاي اللعبة ممكن تسوي كل هالعواقب، تأدي لعواقب وخيمة كما يقول. أنا أذكر لما كنت أنا متدربة دكتورة واجهتنا هذه الحالات كثير، فما زالت يعني أنا متدربة من زمان يعني ما فوق 7 سنين، فما زالت الحالات مثل ما هي. فأتمنى أن الأهل شوية يفكرون في نوعية الألعاب اللي يعطونها لأطفالهم، يعطونهم الألعاب اللي تناسب عمرهم. يعني هاي هي المشكلة الأساسية، احنا نعطي العيال كل شيء يلعبون في كل شيء بدون ما نحط في بالنا هل سنة يتوافق مع اللعبة اللي احنا عطيناها. وبعد الفئات العمرية المختلفة دكتورة، عفوا في البيت الواحد ممكن تلاحظين فئات عمرية مختلفة، ففي ألعاب تناسب الكبار ما تناسب الصغار. نعم بالضبط، خاصة الليجو. يعني أنا لاحظت الليجو قطعها جد صغيرة، وأنا عندي مثلا فئات عمرية مختلفة في البيت، مثلا بنتي اللي عمرها 7 سنوات تحب الليجو وتستمتع فيه، بس في نفس الوقت نحن يعني نعاني عشان نجمع كل القطع بعد ما تنتهي، أن صدق نحرص أن جميع القطع تكون في البوكس، ونرد نخش البوكس في مكان مرتفع أن ما حد يقدر يوصل له، لأن هاي قطع صغيرة ممكن يعني البنت اللي في عمر 2 سنين أو في عمر 6 شهور تبتلع هاي القطع. صحيح. نعم، وذكرتي كمان بعد ان الوانها جذابه، المشكله عددها كبير، الام ممكن تغفل، يعني ما راح تعدين يعني انتي ك 100 قطعه واكثر، فما راح تعدينها كلها. هني احنا الوعي يلعب دور، احنا لازم ننبه الطفل الاكبر عمرا ان انت بعد ما تنتهي من لعبتك تجمعها وتحطها في مكان امن، عشان الاطفال اخوانك الاصغر عمرا ممكن هم هاي اللعبه ما تناسبهم، وايضا انت لا تشارك هاي الالعاب اللي ما تناسب اعمارهم للاطفال الاصغر. التوعيه بعد تلعب دور، يعني أنا أشوف أن دائما إذا وعينا الأطفال الأكبر هم ممكن يساعدونا في حفاظنا على سلامة الأصغر سنا. دكتورة لو تحدثينا عن الأجهزة والتقنيات المتطورة اللي يمتلكها القسم. بالنسبة للتقنيات الحديثة ولله الحمد وفضل الله، إحنا في قسم جراحة الأطفال في المستشفى لطيفة نقوم بإجراء عمليات
مختلفة بتقنية المناظير، وتقنية المناظير لو هي تقنية شائعة منذ فترة بالنسبة للجراحة العامة للكبار، إلا أن في الصغار يعني مراكز معينة في العالم تقوم بإجراء هذه العمليات. إحنا نقوم الحمد لله بهذا النوع من العمليات وعدد كبير من العمليات، ليس فقط للأطفال بل أيضا لحديثين العيادة. مثلا إذا بذكر على سبيل المثال، إحنا نقوم بإجراء المنظار لإصلاح العيوب الخلقية، مثل عمليات انسداد المريء. فنقوم بإجراء هذه العملية بالمنظار. مثلا بعد عندك عملية خطق الحجاب الحاجز وعمليات أخرى. طبعا حد يقصد أن لما نقوم بإجراء العملية بالمنظار تكون العملية أسهل. الألم بعد بالنسبة حق المريض طبعا، الألم بعد العملية أقل، الألم أقل، سرعة شفائهم، الجرح الأثر ما يكون فيه أثر. طبعا شيء مهم في الزمن الحين طبعا. نعم. كذلك دكتورة، إذا في ختام فقرتنا لليوم، إحنا عارفين أن مستشفى لطيفة للنساء والأطفال هو المستشفى الرائد في إمارة دبي، وإذا أي أحد واجه مشكلة مع طفلة أو حالة طارئة بالتأكيد أنهم بيتجهون لمستشفى لطيفة، ولكن هناك يعني أفراد من المجتمع ممكن يكون مستشفى لطيفة بعيد عليهم وتوجهوا للقطاع الخاص، فهل هناك تعاون بين مستشفى لطيفة وقسم جراحة الأطفال ومع القطاع الخاص؟ بالطبع يوجد تعاون كثير مع القطاع الخاص. إحنا قسم جراحة الأطفال في مستشفى لطيفة كونه يوفر المستوى الثالث للرعاية الصحية، فإحنا بالتالي نستقبل الحالات المستعصية، ويوجد عدد كبير من الحالات تحول إلينا من القطاع الخاص. أحب أذكر أن يوجد جراح أطفال يناوب كل يوم وعلى مدار الساعة، وفي كثير من الأحيان يتواصل معنا زملاء من الأطباء من القطاع الخاص من الإمارات الشمالية مرات لتحويل حالات تستدعي إجراء عمليات جراحية. من أكثر الحالات حتى اللي نستقبلها حالات حديثي الولادة والخدج، هذا طبعا يرجع إلى توفر وحدة العناية المركزة بالأطفال حديثي الولادة، واللي تعتبر في مستشفى لطيفة واحدة من الأفضل على مستوى الدولة. دكتورة، هل في كلمة أخيرة حابة توجهينها للمستمعين قبل ما نختم فقرتنا معك؟ أولا أحب أشكركم أنتم على الاستضافة وأن سمحتوا لنا نلقي الضوء على الخدمات اللي احنا نوفرها. بالنسبة للمستمعين، أحب أأكد لهم سواء هم يتعالجون عنا أو يتعالجون في المستشفيات الخاصة، إذا استدعت الضرورة واحتاج الطفل تدخل جراحي ولم يكن هناك إمكانية من عمل هذه العملية في المستشفيات الخاصة، ما يشيلونها. إحنا في تواصل معنا ومع المستشفيات الخاصة، وإحنا على الرحب يعني على يعني بحافة صدر نستقبل الحالات إذا استدعت الضرورة. دكتورة غدير جابر، استشاري جراحة الأطفال بمستشفى لطيفة، احنا جدا فخورين ان احنا عندنا طاقم نسائي إماراتي في تخصص جدا صعب ويعتبر من التخصصات جدا صعبة. احنا فخورين فيك وكلنا فخر فيك. شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك القيمة، يعطيك ألف عافية. كانت معنا الدكتورة غدير وحدثتنا عن خدمات قسم جراحة الأطفال اللي يشيد فيه الجميع بمدى تطوره وكفاءة خدماته اللي تقدمها. مستمعينا، فاصل قصير وراح نتحدث بعد الفاصل عن الأسبوع التغذية الخليجي. فاصل قصير وراجع لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006.
فقرتنا لليوم آمنة بتكون تحدث عن أسبوع التغذية الخليجي اللي صادف هذا الأسبوع التغذية الخليجي اللي أقره وزراء الصحة بدول مجلس التعاون. هدف هذا الأسبوع تعزيز الوعي التغذوي لدى المجتمعات الخليجية من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات والمبادرات اللي تعزز هذا الهدف. وطبعا عشان نتحدث عن هذا الأسبوع وأهميته وشو أنشطتنا ومبادراتنا يصرنا أن نستضيف معانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة وفاء عايش استشاري التغذية العلاجية بإدارة حماية الصحة العامة بهيئتنا. صباح الخير أستاذة وفاء. صباح الورد والفل والياسمين. يا أهلا وسهلا. أهلا فيك أستاذة وفاء وأهلا بالبطاقة الجميلة اللي جتنا من بداية المكالمة. الله يسعدك. يمكن لأن الخميس أستاذة وفاء الخميس الوليس. سمع صوتك يا دكتورة هند يسعدني دائما وكذلك مع أمي وجودي معكم أصلا ده حاله يخليني مع الخميس الوليس طاقة إضافية خلينا نقول. طبعا احنا جدا محظوظين بالأستاذة وفاء أنها تكون استشاري التغذية عندنا في إدارتنا آمنة فهي من ضمن طاقم فريق عملنا. فخورين فيك أستاذة وفاء. لو تحدثين شوي عن أهمية هذه المناسبة ودورها في تعزيز ورفع وعي المجتمع في مجال التغذية. إن شاء الله. طبعا هي كانت الأسبوع الخليجي إجا بناء على توصيات اللجنة الخليجية للتغذية والمغذيات الدقيقة اللي كانت في 18-19 فبراير 2020 بناء على قرار معالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون زي ما تفضلتي دكتورة هند. تم حط بعض النقاط من ضمنها كان عمل أسبوع خليجي للتغذية خلال شهر مارس من كل عام، يعني حيكون سنويا إن شاء الله، للتوعية زي ما تفضلتي حضرتك دكتورة عن التوعية الصحية بالغذاء الصحي والتغذية الصحية للمجتمع. تفضلي دكتورة. لا تفضلي أستاذة وفاء، بس حبينا نعرف إذا كان أسبوع مارس إن شاء الله سيكون من كل عام أسبوع الأسبوع الخليجي للتوعية وللتغذية طبعا ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع، فهل أنتوا بديتوا هذه السنة وهل هناك لهيئة الصحة في دبي مبادرات بخصوص هذا الأسبوع الخليجي؟ نعم طبعا مشكورة دكتورة هند، قسم التعزيز الصحي والتثقيف الصحي عملوا أكثر من فعالية وأنا يعني فخورة أني أنا أكون معاهم من فريق العمل مع الدكتورة. حنعمل ويبينار حنتحدث فيه، حيكون زي يوم لقاء مباشر مع الجمهور يسألونا كل شيء بالنسبة أنا ودكتورة هند وإحدى الأخوات من إدارة التغذية العلاجية، حنكون مع بعض مع الجمهور حتى يسألونا كل شيء له علاقة في البطاقة الغذائية، لأنه هدفهم كان السنة بالتحديد عن البطاقة الغذائية وركزوا في معرفتك، طلعوا اعتماد شعار معرفتك للبطاقة الغذائية بوابتك لصحة أفضل، هذا كان شعار الأسبوع الخليجي، وذلك تزامنا كمان مع المواصفات الخليجية الموحدة، عمل مواصفات خليجية موحدة للبيانات الغذائية للمنتجات المعبعة في صيغ إرشادات وإشارات ضوئية حنتكلم عنها، وهلأ هي اختيارية ولكن إن شاء الله ب2022 ستكون إلزامية من وزارة الصحة إنها تطبق، وهيئة الصحة أكيد البلدية حيتفقوا على إنها تكون مطبقة إلزامي ب2022. وبعتولنا اللجنة الخليجية للتغذية، بعتولنا كانت في رئيس الفريق اللي بتمثل الإمارات الأخت لطيفة راشد من وزارة الصحة، بعتولنا البطاقة وبعتولنا عليها فعالية. فإحنا هذا الويبينار أول فعالية حنعملها حتى نوعي الجمهور عن أهمية البطاقات وشو هم بيقصدوا في البطاقة الغذائية على شكل الإشارات الضوئية شو تفسيرها. فإن شاء الله حيكون يوم مفتوح. هاي واحد. الفعالية الثانية اللي حتعملها هي تحت دبي كمان بقيادة من الدكتورة هند العوضي، على أساس في بعض الإرشادات إجت من المجلس تنحط على إنستغرام وعلى تويتر،
وهذا عم بيتم التنسيق ان شاء الله على دكتورة هند فيك تعقبي معي لأنه مع الموضوع مع وفاء هو جهد فريق كامل فطبعا هاي المعلومات اللي موجودة تدعم الأسبوع الخليجي وتدعم ما تعنيه البطاقة الغذائية. احنا اللي نحاول نستهدفها في بداية الأمر ان احنا نحاول نوعي المجتمع كيف يقرأ الأشياء الموجودة لما انت تروحين السوبر ماركت ما تعرفين الأشياء. هي تتكلم هالسؤال اللي يراودني أنا كفرد في المجتمع ويمكن ما عندي اهتمام في قراءة البطاقة الغذائية. فمبادرة المبادرة هذه كل دول الخليج بتشارك فيها تبي تزيد في توعية المجتمع. أنت كيف تعرف هل هذا المنتج صحي غير صحي؟ هل المواد اللي فيه هذه من ضمن الكمية المسموح فيها والتراكيز المسموح فيها؟ أو أن أنت تأخذ زيادة عن حاجتك من مثلا الدهون أو السكريات؟ بس دكتورة مش مفروض يعني القياسات هذه تكون أوردي محددة من بلدية دبي من لا من وزارة الفكرة الصحة. في منتجات صحية وغير صحية. إحنا نوعيهم. لما إحنا نوعيهم نقول لهم ترى أنت بأخذك لهذا المنتج ترى كمية السكر اللي فيه تتجاوز الكمية المسموح لك فيها. عرفتي الفكرة هي. الفكرة شو الأكثر يعني الأكثر فائدة صحية نقدر نقول؟ يعني نوعي الناس إن يعرفون يقرون الكلام الطلاسم الموجودة في الخلف. هذا كله يكون بالإنجليزي دكتورة صراحة لازم يترجمون للطلاسم. لا مترجمة ساعات بس الترجمة الله يعينك على الترجمة المكتوبة يعني بس. إن شاء الله على إيدكم نحصل طلاسم أو بطاقة غذائية نقدر نقراها. إحنا شغالين على فك الشفرة هذه. نعم. بالضبط. يعني هذا هدف الأسبوع الخليجي لعام 2021. شوي شوي بنحاول نوعي المجتمع كيف يقوم باختيارات صحية من ضمن هالأشياء اللي أنت تشترينها أثناء تواجدك في السوبر ماركت. أنت لازم تعرفين هل هذا المنتج من ضمن يعني هي مثل مسوينها إشارات ضوئية أخضر أصفر أو أحمر. نعم. أنت يعني تقدرين يعني هل ممكن أن نرى هذا الشيء يعني أستاذة وفاء عايش العام المقبل مثلا على المنتجات الغذائية إشارات ضوئية فيها هي من ضمن هي زي ما قلت لك الآن هي اختيارية إنك تحطي هاي الإشارات الضوئية بس من 2022 هتكون إجباري. الفكرة إنه البطاقة الغذائية محتوى البطاقة الناس يعني مثلا تطلع على شيء مثلا في تعون الوزن بتطلعوا مثلا على السعرات الحرارية لكن ما تنتبهوا انه مثلا ممكن يكون مصدر السعرات الحرارية هاي مصدرها بس دهون مصدرها بس سكريات احيانا بتكون مكتوب عليك مكتوب عليه شجر فري او بدون سكر ولكن زي ما تفضل الدكتور هند لكن مش معناته انه اذا انا السكر خالي معناته انه الدهون فيها جيد. فاحنا الفكرة انك انت تعرف شو قائمة المكونات اللي موجودة مرتبة بالتسلسل حسب الوزن الأعلى فالأقل قائمة الحقائق التغذوية اللي موجودة فيها حقائق وأنا أقصد حقيقة وهذا كان ودور البلدية والحمد لله موجود عندنا فعال جدا بدبي إن هم فعلا أي شيء بنكتب على المنتج بيكون المفروض يكون فعلا صحيح لكن الشخص يجب أن يكون عنده الذكاء الكافي إنه يعرف يقرأها. بعدين في عندك عبارات تحذيرية يعني مثلا لما بقول لك زيادة الكمية المستهلكة عن كذا بتسبب لك إسهال معناته أنا بدي أعرف إن في مادة معينة موجودة في هاي العلب والعبوة إذا أنا أخذتها ممكن تسبب لي إسهال. الناس ما بتقرأ هاي الأشياء إحنا بنحاول نثقفهم فزي ما تفضلت الدكتورة هند وقالت حتكون عبارة عن أخضر وأحمر وأصفر الأخضر يعني إنك فيك تأخذ بكميات أكثر الأحمر هي خيار صحي يعني الأخضر بالضبط. يعني خيار صحي جيد بالضبط بالضبط أما الأصفر متوسط الأحمر حيكون خيار إنه فيه الأشياء زي السكريات الدهون صحيح. جدا عالية يعني في ناس ما بتقدر تقرأ دكتورة هند لكن على الألوان ممكن تكون في عندها توجيه إنه يعرف الأحمر يعني خطر صحيح. يعني أنا ما بدي أخذ منه بكثرة أخذ بكميات كثير قليلة وهكذا. صراحة أنا جدا سعيدة وايد يعني. سهلة الفكرة آمنة وايد بتسهل على الناس خصوصا للأشخاص اللي ما يحبون يقرون وايد تفاصيل فأنا بمجرد ما أحط لهم ليبل أخضر معناته هذا صحي أصفر أنت ما بين البين والأحمر معناته أنت بالغت يعني بالضبط الأخضر يعني أنه العناصر الغذائية زي الملح السكر الدهون المجبعة
قليلة جدا، ويعتبر زي ما تفضلت الدكتورة هند خيار صحي جدا. أيوة. الأصفر يعني منتج معتدل العناصر الغذائية فيه مثل الملح السكر والدهون المشبعة معتدلة، ممكن أخذه ولكن في حذر. الأصفر معناته الأحمر معناته كثير عالي، أنا بدي أنتبه. نعم أستاذة وفاء عايش، لو الحين مثلا احنا حبينا نفيد المستمع بنقول له معلومة جدا مهمة عليه انه هو يعرفها اثناء قراءة البطاقة الغذائية، شو بتكون هذه النصيحة؟ كيف اقرأ مثلا البطاقة الغذائية الموجودة على المعلبات، اقرأها بطريقة انه يعني شو الشيء اللي فيها ممكن اذا كان زايد يضرني او يفيدني، الشيء المفيد والضار؟ شوفي بداية خلينا نقول انه اتباع نظام غذائي متوازن هو الدليل الارشادي لاي فرد بالغ، صح؟ فبداية الطاقة لازم احنا دائما كل المنتجات اللي بتشوفيها دون استثناء بيفرض الشخص هذا انسان ذو وزن صحي بيحتاج على ما لا يقل عن 2000 سعرة حرارية، فهون بيكون اجمالي السكريات اللي فيه تقريبا الشخص البالغ مفروض انها ما تكون اكثر من 30 جرام من السكر يوميا، وانها تكون من شكل طبيعي مثل فاكهة، حليب، الاشياء اللي موجودة بالاشياء الطبيعية نحسبها من ضمن الجرامات هاي. ايضا يجب اني انا اتاكد اني انا لما باخذ القصة اليومية تبعتي ان الدهون المشبعة فيها دائما، هلا الحمد لله الامارات دائما رقم واحد ولله الحمد وفضل دعم شيوخنا، عم بيشير انه احنا مثلا نو ترانس فات، ما هي المهدرجه خلاص تقريبا تقدر تشوفي انها شبه احنا ما بنقول ما في بالمره لكن شبه صفر، ما يقارب 0.1 او كثير قليله، يعني نجحنا ونجحت الامارات ولله الحمد انها توصل ان الدهون المهدرجه مش موجوده، الدهون المشبعه هي موجوده اصلا في الاكل. فأنا ما بدي أتأكد إنه أنا الأكل اللي أنا باخده أو السعرات الحرارية اللي أنا باخدها فيها اللي بحتاجه من ما لا يزيد عن 10% من الدهون، 7% منها غير مشبع و 3% مشبع. أيضا الألياف يجب أني أنا أضيفها، وهذا كان في امبارح مؤتمر كثير رائع تكلمت فيه لطيفة من وزارة الصحة عن كمية الألياف وكيف ضفوها في الإرشادات الصحية للبالغ بالإمارات. فيعني في أشياء إحنا يجب إنه إحنا نتبعها ونتأكد إنه في توازن غذائي، أتبع الطبق الصحي، أتأكد إن أنا بقرأ كل شيء بشتريه، انتهاء الصلاحية. هذه كتير ناس ما بتنتبه لها، المضافات الموجودة الألوان والنكهات والمواد الحافظة هاي كلها بتأثر على صحة الشخص حتى في الوقت الحالي اللي احنا فيه في كوفيد. المناعة بتقل إذا أنا كتير أشياء أخذت أشياء مواد حافظة وملونات وجسمي ما أخذ كتير من الأشياء الطبيعية، فكتير أشياء أنا يجب أن أنا أنتبه لها لما بدي أروح أشتري لعائلتي من السوبر ماركت. وهذا هدف قسم التعزيز وتقييد الصحي في إدارة حماية الصحة العامة، يعني هدفها الأساسي توعية المجتمع لهيك أشياء. أستاذة وفاء، هل في نصائح أخيرة حابة توجهينها لأفراد المجتمع بخصوص البطاقة الغذائية أو بخصوص تعزيز صحتهم بشكل عام؟ يعني شوفي أنا بنصحهم دائما إنه أبدأ ب يعني لو بدي أخذ أشياء في عليها بطاقات، أول شيء كتير بهمني إنهم يطلعوا إنها تكون عالية بالألياف، قليلة في الأشياء المضافة زي سكر وملح ودهون. دائما اتجه نحو الاشياء الطبيعيه، لان الحمد لله بلادنا غنيه يا دكتوره هند ويا امنه بالخضروات وبالفواكه وبالاشياء الطازجه. الجأوا الى الاشياء الطازجه، واذا اضطريت انك تروح لشراء اشياء لا تنسى انك تقرا شو بتاخذ فيه وبتدخله على معدتك ومعده اطفالك، لانه في الاخر الوقايه خير من العلاج وهي الكنز الفعلي للشخص. أستاذة وفاء عايش، الحديث معاك جدا يعني شيق وممتع، كل الشكر على المعلومات القيمة اللي أعطيتينا إياها، يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم، شكرا للاستضافة دكتورة هند وأخت آمنة، وسعدت بلقائكم، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك.
فيك. كانت معانا الأستاذة وفاء عايش، حدثتنا عن مبادرة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي. طبعا هذا شيء وايد حلو آمنة أنه كل دول مجلس التعاون الخليجي يتشاركون في توحيد الرسالة اللي حابين يوصلونها لمجتمعهم. أنا وايد حبيت فكرة البطاقة الغذائية هذه، وايد بتسهل على الناس. نعم، خاصة يعني دكتورة تخيل أمي مثلا يعني بتصير ما بتعرف تقرأ البطاقة الغذائية، الألوان أحمر أخضر أصفر، يعني الفكرة جدا جميلة ويعني وسهلة لل يعني لعامة الناس. وإحنا طبعا دورنا دكتورة نوعي أفراد المجتمع بضرورة أنهم يعني يثقفون في هذا المجال. يعني أنا اليوم مثلا بروح أبحث عن البطاقة الغذائية، يمكن في زمن يعني ما كنا قبل ننتبه للبطاقة الغذائية أو نحب نتعلم عنها، ومثل ما ذكرتي في بداية الحلقة عقلنا محتاج للتعلم المستمر. ومحتاجين لاتباع نمط حياة صحي. المفهوم تغير، يمكن بعد جائحة كوفيد الناس صارت تدور التغذية الصحيحة، تحاول تزيد مناعتها بكافة الطرق والوسائل. دائما لما احنا نرجع لاصل الامور، ناخذ الاشياء بشكلها الطبيعي آمنة، وايد احسن من ان ناخذ الاشياء بشكلها المصنع. احنا نبي اللحم، ناخذ اللحم مثل ما هو ما ناخذ اللحم المصنع. احنا نبي الخضروات والفواكه، ناخذها في شكلها الطبيعي، ما ناخذ المعلبات من هذه الاشياء. انا بالنسبه لي دائما اشوف لما نرجع للطبيعه وناكل الاكل الموجود في الطبيعه في ابسط حالاته، هذا من يعني هذا يعتبر افضل سيناريو لحصولك على تغذيه صحيحة وسليمة. نعم، وكذلك دكتورة النمط مثل ما ذكرنا نمط الحياة الصحي. اليوم نحن مع الأسبوع التغذية الخليجي. أنت دكتورة بما أن لكم في إدارة حماية الصحة العامة يعني دور كبير في هذه المبادرة، ممكن أنت تقدمين أيضا للمستمعين نصيحة بخصوص هذه المبادرة، وكذلك تنوهين للفعاليات اللي ستتم يعني خلال هذا الشهر. يعني أنا دائما تعرفيني أمنا أحب أبسط الأمور. أنا أقول يعني خلينا ما نكون مثاليين ونقول كل أكلنا بيكون اللون الأخضر. نحاول إن على الأقل 70% أو 60% من الأشياء اللي نأخذها تكون خضراء، الأشياء الثانية ما تكون حمراء، على الأقل تكون صفراء. نبدأ يعني أنا دائما أقول بيبي ستبس، الخطوات الصغيرة هذه، لكن يعني هي يمكن بسيطة لكن على نهاية السنة بنشوف لها الأثر الكبير والمفعول الكبير بيكون إن شاء الله. فأمنا هاي كانت حلقتنا لليوم، أتمنى نقدر ننفيد المستمعين ولو بالقليل. كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر لإذاعة نور دبي، طبعا ما أنسى الأختنا نجاة السويدي اليوم كانت معنا في التنسيق والمتابعة، طبعا يعني على رأسهم الأستاذ أيمن سرحيل مخرجنا المبدع، وطبعا شريكتي ورفيقتي في التقديم آمنة العلي. شكرا لك. شكرا لك دكتورة، وشكرا على هاي الحلقة الجميلة والممتعة. كل الشكر لكم أنتوا أعزائي المستمعين. كانت معاكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة. مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.